بعد جولة بعدد من المحلات والأسواق عن مادة الأرز، لم تظفر هذه السيدة بما يمكنها من تحضير وجبات ابنها المصاب بمرض الأبطن، فتوجهت إلى الجمعية التونسية لمرض الأبطن علها تظفر ببعض المواد الغذائية. واقفين جماعة المرض الأبطن هذوما على خاطر ما فماش ماكلة، ماكلتهم غالية برشا، الرز اللي كنا نعاونوا به مقطوع، لا تلقى فانيلا باش تعمل له خبز، لا تلقى مثلا مكرونة متوفرة، لا كسكسي متوفر، كملوا الرز كملوا نحاو هون. جيت اليوم للجمعية في بالي باش نشوفها ماشي شوية ماكلة باش يعاونوني بها على ولدي. النقص الواضح في مادة الأرز عمق من أزمة عدم توفر المواد الأولية لتحضير الوجبات الخالية من مادة الجلوتين. نقصة برشا في السوق اللي هي تثبت اني 3 أيام انا ما نخدمش، كي يجيني المريض باش ياخذ خبز ولا حاجه اللي حاجته بهم ما يلقاهمش، وليت نحشم بالرسمي يقف يستنى يستنى يقول الله غالب ما عنديش فرينه ما نجم نحضر حتى شيء، خبز ماهوش موجود، فطور صباح ماهوش موجود، السبيسيال لهم هما يعني سونغلوتين ماهمش موجودين اكوز انها الفرينه ماهيش موجوده، والجاي السبب الاول اللي هو الرز مفقود من البلاد. رئيس الجمعيه التونسيه لمرض الابطن منجي بن حريز دعا من جهته السلطات المعنيه الى توفير ماده الارز باعتبارها ماده ضروريه لمرضى الابطن في حميتهم الغذائيه ولا يمكن الاستغناء عنها. الرز مفقود في البلاد عنده توا اسابيع اذا مش اشهر، احنا كما عملنا نداء هون اليوم زاد نداء جديد خاصه وزاره التجاره وثانويا وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه كذلك باش ينظروا للموضوع هذايا ويحاولوا يوفروا يحاولوا يلقوا حل، واحنا مستعدين راهو كجمعيه عندنا تجربه كبيره في موضوع التوزيع، عندنا ليستينغ كبير نتاع المرضى الاخير، نجم نعاونوا في الموضوع هذا. بقى الحلول هو قبل ايجاد واستيراد الماده الرز هذه. ونبه رئيس الجمعية التونسية لمرض الأبطن من عدم الالتزام بالحمية الغذائية. أهم العلامات هي سوء التغذية، نجيكم درجات ما تعدى نجيكم درجة كبيرة ولا درجة خفيفة، وهو عند الأطفال نقص النمو معناها في الطول وفي الميزان. دونك هذايا إذا ما يستعملش إذا ما يعملش الحمية نتاعو يزيد تظهر حالته في سوء التغذية خاصة. وثم علامات أخرى تنجم تظهر، تنجم تضر اللي نعرفوا اللي مرض السيلياك، تنجم تضر عدة أعضاء أخرى كما الكبد، كما الجلدة، كما عدة أعضاء كما العظم، ثم هشاشة في العظم إلى آخره. ودعا رئيس الجمعية إلى بعض مشاريع في مجال صنع المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين، مؤكدا أنه بإمكان الجمعية مرافقة الباحثين الجدد وتكوينهم في المجال.